الخير والعطاء والجمال. إلى العناوين. عيادات غير متخصصة وأطباء غير مؤهلين يتسببون في مضاعفات خطرة. استشاري يكشف التفاصيل. يا هلا. بعد فشل اغتيال رئيس الوزراء، العراق لا عودة إلى الوراء لا لإرهاب الميليشيا. فتحية عسيري، امرأة عظيمة تنقذ حياة طفل بمنحه جزء من كبدها. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. يعقد يوم الأربعاء المقبل حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويأتي حفل تكريم الفائزين تقديرا للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي. أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي بأنه بالتنسيق مع شرطة محافظة تربة تم ضبط 3 مواطنين ارتكبوا مخالفة صيد الذئب العربي المحظور صيده، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية. وأشارت إلى أن عقوبة صيد الذئب العربي تتمثل في غرامة تقدر ب80,000 ريال للكائن الواحد وتصل إلى 30 مليون ريال، والسجن إلى مدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرارها. اليوم تشهد المملكة العربية السعودية أو في هذه الأثناء الزخم كبير من الفعاليات الترفيهية والمناشط. برنامج روح السعودية كان قد أعلن عن تقويم السعودية الذي يهدف فيه إلى تسهيل اطلاع الزائر أو السائح على كل ما يتعلق بالمواسم الترفيهية وبأوقات زيارتها والإعلانات الدائمة عنها. معي على الهاتف الآن الأستاذ أحمد الإبراهيم، وهو نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التجارية في طيران أديل، ينضم إلي عبر السكايب. عفوا أستاذ أحمد، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. طيب، إلى أن يجهز السكايب مع الأستاذ أحمد، بس أبغى أكد على الفكرة اللي المعمولة في هذا الجانب، هي فكرة أن يكون هناك تقويم السعودية. هذا التقويم إذا دخلت عليه تجد الفعاليات بأوقاتها بأماكنها على مستوى المملكة العربية السعودية، كل الفعاليات أو المواسم اللي تقام. طبعا من المعروف أنه هذا موسم الرياض 2021 يقام، أيضا هنالك مناشط وفعاليات أخرى تقيمها روح السعودية وغيرها من الجهات، كلها مدونة في تقويم السعودية. إحنا في برنامج يا هلا في وقت سابق تحدثنا مع أحمد العنزي من فندق الهوليدي إن عن قطاع الفنادق، وكيف أن هذه المواسم استطاعت أن تنشط قطاع الفنادق سياحيا وترفيهيا. في انتظار أنه نتصل بالأستاذ أحمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل للحديث عن شق مهم جدا من السياحة وهو الطيران. إلى أي مدى هذه المواسم قادرة على إنعاش الطيران؟ كم نسبة الإشغال اليوم اللي في قطاعات الطيران وفقا لخبرته؟ بالإضافة إلى أنه الكل يعرف أنه في فترة كورونا مر موضوع السياحة بكثير من الخسارات، بكثير من الانطفاء، بكثير من التراجع، ومنها قطاعات الطيران وقطاعات الفنادق وغيرها. هل تعافت اليوم بعد الجائحة من هذا الأمر؟ هل العودة قوية أم لا؟ كيف يقيمون ويقدرون السياحة الداخلية اليوم الموجودة لدينا، بالذات في المناطق الأكثر جذبا سياحيا؟ وأنا أقول الأكثر جذبا بناء على مقومات الموجودة في المدينة ذاتها وبناء على الطقس والأجواء. إحنا نتكلم عن موسم الرياض، هذا في مدينة الرياض، نتكلم عن بقية المواسم والفعاليات اللي تقيمها روح السعودية وعديد من الجهات في مناطق ومدن
أخرى. ما أعرف إذا الاتصال مع الأستاذ أحمد إبراهيم أصبح جاهز ولا لا. طيب الأستاذ أحمد ينضم إلي. أستاذ أحمد حياك الله معنا فيها، هلا وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. طيب مرة ثانية أيضا ننتظر إلى أن يجهز الاتصال مع الأستاذ أحمد إبراهيم. بس بأكد على نقطة قبل ما أطلع للفاصل، ألا وهي أنه في حلقة سابقة تحدثنا عن قطاع الطيران، عن قطاع الفنادق عفوا، اليوم نتحدث عن قطاع الطيران، في المرة القادمة سنتحدث عن قطاع الفعاليات المرتبطة بالواقع مباشرة، نتحدث عن المنتزهات، عن الحدائق، عن الألعاب وعن الترفيه وما سواه. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في أهلا. احنا مصرين الا ناخذ قطاع الطيران اليوم ومدى انعكاس الفعاليات الترفيهيه على نشاطه والسياحه الداخليه فيه، ولذلك للمره الثالثه جددنا الاتصال مع الاستاذ احمد ابراهيم عبر السكايب، وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجاريه في طيران اديل. استاذ احمد حياك الله معنا في أهلا وشكرا لقبولك دعوه البرنامج. مساء الخير واهلا وسهلا بالمشاهدين الاعزاء. أهلا وسهلا، وصل صوتك أستاذ أحمد. اليوم كيف أثرت الفعاليات والمواسم الموجودة بشكل مباشر على قطاع الطيران؟ اليوم الفعاليات والمواسم ونهمها طبعا موسم الرياض اللي أطلق مؤخرا له دور كبير في تنشيط القطاع السياحي، تشجيع الناس أنها تسافر للسعودية. اليوم كل ما زادت هذه الفعاليات والمواسم بتزيد معها الفرص والمجالات وبتزيد النشاط الاقتصادي في كل المجالات، ومن ضمنها طبعا مجال الطيران التجاري. اليوم منذ اطلاق موسم الرياض شاهدنا طلب متنامي الى الرياض من رحلات داخليه وايضا رحلات دوليه. الحقيقه قطاع الطيران والسفر الجوي والسياحه هم توأم، كل ما نما قطاع السياحه نما معه ايضا الطيران، واحنا فخورين جدا بكل مجهودات اخواننا بهيئه السياحه، واحنا شريكهم دائما كشركه طيران. طيب استاذ احمد، انت اليوم في قلب المشهد، يعني من عمق المشهد، كيف توصف لنا مستوى نمو قطاع الطيران الداخلي مع موسم الرياض؟ والله احنا الحمد لله اليوم احنا ننعم ان عندنا الرحلات الداخليه والسفر الداخلي في المملكه رائع جدا وحجمه طيب، ومع اطلاق مواسم السياحه بشتى مدن المملكه ومن ضمنها طبعا الموسم الرائع والملفت هو موسم الرياض، راينا الحقيقه طلب كثير. قمنا بزياده عدد رحلات الى الرياض من مختلف مدن المملكه، ونحن مستعدين لنتجاوب بشكل سريع مع الطلب المتنامي. كم معدل الزيادة؟ نصفه بكم؟ يعني من بداية الموسم إلى الآن 50% 30%، كنسبة تقريبية ولو؟ بنشوف بقرابة 30% النمو الواضح منذ إطلاق الموسم. 30% نمو في قطاع الطيران الداخلي بسبب موسم الرياض، زادت الرحلات بنسبة 30% إلى الرياض. نعم. طيب إلى مدينة الرياض. نعم. ماذا عن بقية الفعاليات وبقية المناطق؟ كيف توصفنا الفترة هذه؟ يعني خلنا نقول فترة الشهرين اللي فاتت. طبعا للأسف الصوت ما هو واضح عندي اليوم، للأسف الاتصال غير واضح، لكن طيب لو فهمت أبعيد السؤال أكون شاكر لك. أبعيد السؤال أستاذ أحمد، ماذا عن بقية المناطق؟ يعني اليوم إحنا جالسين نشوف أكثر من فعالية في العلا مثلا، جالسين نشوف تحسن الجو مثلا في جدة وفي مناطق ثانية، كيف أثر هذا على قطاع الطيران؟ بالفعل يعني ما شاء الله اليوم كل المواسم في شتى المدن بنشوف الاجتماع الطلب الواضح. مثلا اليوم لو نشوف مدينه جده ما شاء الله في الايام اللي هي تتزامن مع سباق الفورمولا 1 طلب رائع. ايضا بنشوف في المنطقه الشرقيه مع اثراء وفعاليات اثراء بنشوف ايضا طلب للسفر. ايضا العلا اليوم تعتبر وجهه سياحيه رائعه ويوجد حتى طلب كثير، وبنشوف حتى طلبات بتجينا طلبات الرحلات الدوليه، يعني ناس كثير يبغوا يكونوا
يوصلوا الى الرياض ومن ثم يتجهوا الى العلا. ف في مجال الطيران نرى صراحة يعني أثر اقتصادي طيب وممتاز وملموس. جميل جدا. طيب وش حكاية حملة حي الله أهلنا في الكويت؟ كيف شفت انطلاقتها إلى الآن؟ كيف شفت أثرها؟ الحقيقة احنا صورنا هذا الفيديو الترويجي في افتتاح موسم الرياض، كان افتتاح مبهر بكل المقاييس، وطبعا أصدنا ردود أفعال إخواننا من الكويت اللي كانوا حاضرين معنا. اليوم طيران أديل بيشارك بهذه الحملة بعروض ترويجية وأسعار جدا منافسة، ونبغى نكسب إخواننا من الكويت يزوروا بلدهم الثاني. وجودهم معنا في الرياض حيكون حقيقة مكسب لنا كلنا. كيف رصدتم الإقبال؟ والله الإقبال رائع، بداية من وسائل التواصل الاجتماعي، بنشوف كل أنواع الأسئلة، الناس تسألنا حتى أسئلة أنه أنا محصن جرعة واحدة، هل أستطيع السفر إلى الرياض؟ وبنشوف الناس تسألنا أنا إيش طبيعة الفعاليات، وطبعاً بنوجههم إلى منصة روح السعودية، وهي المنصة الرائدة والرائعة، وفي بإمكانهم الوصول لكل معلومات الفعاليات والمواسم خلال هذه المنصة. وبنشوف صراحة الزيادة على الطلب في الرحلات، يعني بدأنا أول رحلة كانت ممتازة تقريبا ممتلئة، ومن ثم الرحلات اللي بعدها بنشوف ما شاء الله حجوزات وامتلاء للرحلات إلى الرياض. اللي جرعة تقولوا له تعال ولا لا تجي؟ نقول له اتحصن ونستناك إن شاء الله في بلدك. طيب أخيرا أستاذ أحمد، لو لك رسالة ستوجهها إلى السائح أو الزائر، سواء اللي يعني السياحة الداخلية أو اللي جاي من برا المملكة إلى السعودية وتحديدا موسم الرياض، وش حتكون الرسالة؟ والله رسالتي بالبنط العريض، حياكم في السعودية، ونتمنى من كل أهالينا في دول الخليج وكافة العالم أنهم يزورونا في بلدهم الثاني. اليوم المملكة تعيش أجواء جميلة، يوجد فرص ترفيهية رائعة ومواسم رائعة، على قولتهم أنت تلف العالم وأنت في مكانك في الرياض. فمن الجميع يستفيد من هذه الفرصة ويستمتع بأجواءنا الجميلة معنا إن شاء الله. أستاذ أحمد البراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. من السياحة إلى هذا الفاصل، وبعده ألقاكم في موضوع آخر في أهلا. حياكم الله مجددا في أهلا. الدكتور ظافر الحافظ كتب، وهو استشاري طب وجراحة الجلد والمعالجة بالليزر، كتب على حسابه في تويتر قبل فترة تغريدة يقول فيها: مؤسف ما أراه بعيادة الفترة هذه من مضاعفات نتيجة لعروض ليزر وإجراءات حقن خاطئة تم الترويج لها من مراكز غير متخصصة وأطباء غير مؤهلين بالقدر الكافي. التوفير مبدأ صحيح لكن مو في شيء يخص صحتك، وهو حقيقة يفتح موضوع كبير جدا حول فكرة العيادات غير متخصصة، الأطباء غير المؤهلين تأهيل كافي، والمضاعفات التي يمكن أن تحصل لمن يمكن أن يراجعهم في هذه العيادات. الدكتور ظافر ينضم إلي الآن عبر السكايب. دكتور حياك الله معنا في أهلا، وشكرا كثيرا على قبولك دعوة البرنامج. الله يسلمك، شكرا على الاستضافة. الدكتور، خلني أنطلق من موضوع التغريدة. أنت تقول إن وقفت على حالات حصل لها مضاعفات نتيجة الذهاب إلى عيادة غير متخصصة أو دكتور غير مؤهل، يا ليت توضح لنا. والله زي ما ذكرت أخ مفرح، عادة نشوفها بشكل موسمي، بعد كل موجة خلينا نقول عروض يجينا في الأسابيع اللي بعدها نتائج هذه، تجينا حالات مضاعفات غير مقبولة، كون اللي أداها غير متمكن أو غير مؤهل أو غير متخصص، يعني خارج تخصصه. فللأمانة هذا اللي خلاني أغرد التغريدة اللي ذكرتها، لأني الأسبوع اللي بعد اليوم الوطني حضرت لي حالات كثيرة ومتسلسلة ومتكررة. استغربت أنا في خلال أسبوع يجيني ثلاثة حالات مضاعفات كبرى، نعتبرها مضاعفات كبرى. فهذا اللي خلاني شوية أتفاعل وأكتب التغريدة هذه.
مضاعفات كيف يا دكتور؟ احنا عاده بعد خلينا نتكلم مثلا عن الحقن التجميلي نشوف مضاعفات بسيطه ومتوقعه وممكن نقبلها، بس مضاعفات كبرى وفي اسبوع 3 حالات كانت يعني شيء. ولما سالتهم حصلت الطبيب اللي او الطبيب اللي حقن عندها ما كانت متخصصه. هنا اللي اثر انتباهي ليش فاتوره اصلا، والله عروض معروض من هذا القبيل، فهذه للامانه غير مقبوله. لان تكلمت عن مضاعفات كبرى غير مقبوله انها تحصل. اي بس 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 دكتور، حروق الليزر من بعض المراكز الغير متخصصه الغير اللي ما يكون مشرف عليها استشاري او اخصائي متخصص. اي بس دكتور هذا الكلام خطير جدا، يعني كيف غير متخصص وكيف عمل في العياده وكيف يعطي حقن؟ للامانه تعرف في مع وزاره الصحه ما قصرت في الرقابه وفي الجولات، لكن يصير في تجاوز من حين للآخر. أحد يكون غير متخصص، خلينا نتكلم مثلا عن الحقن التجميلي وتخصص الأمراض الجلدية وإجراءات التجميل، تجد طبيب من تخصص آخر يقوم بالحقن هذا، يروج لنفسه في السوشيال ميديا، العيادة تعمل له عروض، يحضر المريض ممكن ما عنده الخلفية إنه يسأل هل هذا مصرح أو هل هذا مؤهل إنه يحقن أو لا، وهذه تحصل صح على نطاق ضيق بس بالأخير موجودة. إيه لكن المفروض دكتور إنها ما تحصل، يعني إحنا نتكلم على تعاطي مع الجسد مع الروح مباشرة، يعني ممكن هذه المضاعفات لا قدر الله تؤدي إلى نتيجة كارثية. فعلا هذا اللي يخلي الواحد يتكلم أحيانا ويطلع في السوشيال ميديا يتكلم ويوضح زي بعض هذه التجاوزات، لأنها في الأخير تجاوز للتخصص، وهو طبيب يعتبر يعني دخل ضمن خطأ طبي، فهو تجاوز تخصصه وضرب المريض. نتمنى أن يكون في تدقيق وتشديد على هذا الجانب من الجهات الرقابية المخصصة. أتمنى بصراحة، يعني أتمنى، لكن بصراحة أكثر دكتور، كيف توصف وجود هؤلاء غير المتخصصين؟ كثير، قلة، متوسط، كيف توصف لنا من خلال عملك ورؤيتك وانت شاهد في الميدان؟ أنا ما عندي إحصائية دقيقة، بس إنهم موجودين، وخلنا نقول قلة، بس زي ما احنا قلنا لما نتكلم عن خطأ جسيم واحد يعتبر بالنسبة لنا ملفت للنظر ولازم نتعامل معه، يعني المفروض الخطأ هذا يكون صفر غير موجود. فلو حدث تجاوز من شخص معين في مكان معين وحصل خطأ واحد، لا لازم احنا نتفاعل معه، ما ننتظر لحد ما تكون ظاهرة كبيرة وبعدين نتفاعل معه، هذا يعتبر خطأ جسيم. طيب ايش المفروض يصير في الحاله هذه؟ مفروض انه المراجع يروح يبلغ، انتم اذا عرفتم شيء من هذا تبلغون، وش التصرف السليم اللي لازم يكون عشان ما يتمادى هذا الشخص في اعطاء حقن لاشخاص اخرين؟ في البدايه الرقابه، وخلينا نقول الوقايه خير من العلاج، يلتزم الكل بتخصصه، الجهات الرقابيه تقوم بدورها. لو حصل هذا التجاوز من حق المريض أن يتقدم شكوى، وأكيد الشخص هذا أو الطبيب هذا بيكون مدان أكيد. طيب اليوم دكتور، المراجع اللي رايح يبحث عن عيادة وشاف العروض المغرية، كيف يقدر يفرق بين عيادة متخصصة وغير متخصصة، وطبيب مؤهل وغير مؤهل، ومتخصص وغير متخصص؟ المراجع كيف يقدر؟ صحيح، زي ما تعرف زي ما احنا ملاحظين العروض في كل مكان والدعايات في كل مكان، يلزم المراجع قبل ما يتجه وينظر للسعر انه ينظر لسمعه المكان، سمعه المنشاه، تعرف المنشآت لها باع طويل ولها سمعتها، تحرص على سمعتها اكثر من الدخل المادي، ينظر للطبيب السيره الذاتيه، من حقه انه يطلب انه يطلع على تصنيف الطبيب وتخصصه، وايضا يعني السمعه او الريفيو اللي ممكن يقراه في مواقع العياده. لكن انك تنتفع فقط لكل وجهك السعر، هنا المشكله. فانت تسال عن الطبيب، وانا دائما اذكرها وجاوبت اكثر من مره في استفسار عن هذا، فدائما ابدا بالطبيب، طبيب ثقه، طبيب متمكن، انت بتكون ان شاء الله في بر الامان باذن الله. والله يا دكتور، يعني من الاشياء المؤسفه
انه يعني الموضوع جالس يطرح يعني كانه شيء عادي، انه خلاص في عادي عيادات غير متخصصه وعيادات متخصصه. انا ما ودي نوصل الى هذه المرحله، يعني مفروض يتم التعامل مع وجود عياده غير متخصصه او طبيب غير متخصص على انه كارثي بالدرجه الاولى، وانه لازم يبحث ويراقب ويغلق، يعني انه ما يتاح المجال بهذه الطريقه. ودي اسمع تعليقك. اتفق فعلا اتفق معك. وهذا دور الجهات الرقابية، ودورنا احنا نحن نطرح الكلام هذا، نوصل صوتنا سواء عبر السوشيال ميديا او عبر الاعلام مع حضراتكم. جميل. أنا أتمنى حقيقة أن الجهات الرقابية في وزارة الصحة يصلها هذا الصوت، يعني إحنا اليوم معنا استشاري طب وجراحة ويحذر من هذا. طيب دكتور، إلى وين ممكن توصل المضاعفات مثلا نتيجة حق خاطئ أو علاج من غير متخصص في حدها الأقصى؟ إلى وين ممكن توصل؟ والله ممكن توصل فقط عضو تأثر أنسجة بشكل دائم. واحدة من الحالات اللي جتني كان انسداد في الشريان بسبب حق خاطئ. إلى الحمد لله نجينا في وقت كويس، يعني جاء بدري وقدرنا نحن نتلافى المضاعفات ونعيد التنمية للمكان الحقن الخاطئ. لكن كان ممكن يفقد مثلا جزء من الجلد في الشفة أو في الأنف، الحالات اللي أنا شفتها واللي كانت سبب في التغريدة هذه. فممكن تفقد عضو، ممكن تفقد عين، بصر، النظر مثلا، فقدان كامل. نعم، هذه حالات معروفة ممكن تصل لهذه الدرجة إذا تم الحقن بطريقة خاطئة. ودي إذا تسمح لي يا دكتور بعد إذنك إنه تحكي لنا بعض المواقف اللي جاتك اللي أنت أشرفت عليها. زي ما قلت لك أنا خليني بس أذكر اللي صار بس في الأسبوع هذا اللي كان بعد عروض اليوم الوطني. نجدت حالة انسداد شريان أو حالتين انسداد شريان، واحدة في الشفة واحدة. طيب يعني دكتور ما أعرف إذا صوتي يصلك ولا لا، في مشكلة في الاتصال في السكايب عندك، نحاول إنه نعيد الاتصال حتى يكون بشكل أوضح. لكن بس أبلخص كم نقطة سريعة جدا قالها الدكتور ظافر حتى نعيد الاتصال فيه، إنه اليوم هنالك شكوى من عيادات غير متخصصة تمارس عملية الحقن، وهذا ممكن أن يؤدي إلى كوارث ومضاعفات كثيرة جدا، منها فقدان بعض الأعضاء مثل ما قال الدكتور. إنه اليوم يجب أن يفعل الدور الرقابي بشكل أوسع وأعلى، ويجب على المراجع أن يستطيع التفرقة ما بين العيادة الجيدة وغير الجيدة، مع إني أنا هذه النقطة أحملها للجهات الرقابية أكثر من المراجع نفسه. يرجع لي الاتصال مع الدكتور. دكتور تفضل. نعيد بس نذكر بالحالات اللي أشرفت عليها، كان في حالة انسداد وغيرها، انسداد في الشريان. يقول انسداد في الشريان، كان في حالات التهاب الفيلر دائم، في حالات حروق من ليزر تم التعامل معها، بس اللي كان مستعين بالحقن التجميلي، هذه اللي كانت حالات شوية خطيرة. هذه ممكن من أخطر الأشياء اللي إحنا شفناها، وكانت في أسبوع واحد، عشان كذا كانت بعد موجة عروض، هذا اللي خلاني شوية أركز عليها. طيب اليوم يا دكتور، لو مراجع أو مراجعة رايحين عند دكتور من الإعلانات اللي موجودة والمروجة، يقدر يعني بغض النظر عن تاريخ العيادة يقدر يعرف من تعامله المبدئي مع الدكتور إذا كان فعلا مؤهل ولا لا، ولا صعب عليه؟ والله ممكن صعب، بس هو قبل ما يجي لازم يسأل عن الطبيب، من حقه أن يطلع على تراخيص الطبيب، يقرأ عن السيرة الذاتية للطبيب. أحيانا تكون المنشأة موثوقة وتعطي ثقة للطبيب، يعني مثلا منشأة قوية أكيد ما بتجيب لطبيب كويس. وهذه الأشياء اللي ممكن يسأل عنها حتى قبل ما يحضر العيادة، ومن حقه حتى يطلع على ترخيص الطبيب، هل هو مرخص، مدى خبرته، السيرة الذاتية ممكن يطلع عليها في الإنترنت قبل ما يحضر العيادة. طيب بالعادة انتوا كمتخصصين في عندكم ارتباط شرطي بين السعر الرخيص والرداءة في الجودة او عدم التخصص؟ هذه من الملاحظات للأمانة، وانت احيانا تجد اسعار غريبة، يعني مثلا تكون المادة اللي راح يستخدمها الطبيب تكلفتها مقاربة جدا للتكلفة اللي معلن عنها. طيب أكيد هذا الموضوع، يعني مثلا لو قلت لك مثال زي هذا أكيد بيستدعي انتباهك، إن في شيء غلط في الموضوع. فأنا ما أقدر أقول لك إن السعر رخيص معناته جودة رديئة، لا،
لكن احيانا يكون السعر غير مبرر، ممكن تقول مثلا انه ممكن تستخدم مواد ما تكون بذات الجوده اللي المفروض انها تكون عليه، او يكون في مشكله او في نوع من الغش. وهذه اخطر واخطر تصير فعلا يا دكتور، تصير انه في مواد رديئه وعدم جيده ممكن تدخل وتستخدم عشان السعر يكون اقل. ممكن هذه وش مخاطرها؟ ممكن نفس الماده وحتى لو كانت جيده، خلينا نتكلم عن البوتوكس، انه يخفف باكثر من اللازم عشان يكفي اكثر من جلسه. يعني انت بالحين بتدخلنا في موضوع شويه شائك، لكنها انا ما اقدر اتهم احد، بس احيانا السعر يكون غير مبرر. غير مبرر قياسا بنوع الاجراء نفسه. كيف بعدين هم ربحوا؟ يعني موضوع غريب يعني. طيب دكتور، ايضا بصراحه مطلقه وخلنا كذا نسميها على بلاطه، في اعلانات اليوم تظهر على السوشيال ميديا، تويتر، سناب شات، الانستغرام، تسوق وتروج لعيادات غير متخصصه او لاطباء غير مؤهلين، انتم تشوفونها رؤيه العين؟ موجودة بكثرة بقلة؟ لا، خلينا نقول القلة إن شاء الله. أنا نتكلم عن المحيط اللي أنا أعرفه، الشيء اللي أنا أعرفه. مثلا ممكن في مناطق ثانية يعلن أشياء أنا ما أعرف طبيب، لكن هي موجودة، لكن إن شاء الله أنها تكون قليلة. طيب وش ابرز الاخطاء اللي صايره اليوم في هذا المجال؟ يعني الاشياء الشائعه اللي انت ودك تحذر الناس منها، ودك تقول لهم اليوم على الهواء يا جماعه انتبهوا من 1 2 3. والله اهم حاجه الاتجاه دائما للطبيب الموثوق والطبيب المعروف والطبيب المتخصص، وهذه قلنا في بعض الطرق اللي ممكن تتاكد منها. ايضا المنشاه ذات السمعه الجيده اللي يكون مشرف عليها طبيب خصوصا من نفس التخصص، هذه تعطيك يعني طمانينه اكثر ان المكان اللي تتجه له بيكون موثوق اكثر. هذا عاده هذا اكثر شيء ممكن يكون بيد المراجع. نعم، شفتك في واحده من التغريدات دكتور كنت تحذر من استخدام بعض الخلطات بالذات على الجلد وانها ممكن تؤدي الى نتائج غير جيده. وش ممكن ايضا تبث توعويا في هذا الصدد؟ فعلا احيانا مثلا بعض الناس مثلا بيكون ظروفه ما تسمح لنا يزور عياده، فيتجه مثلا يسوي سيرش ولا يشوف مقاطع، والله اخلط الكريم الفلاني مع الكريم الفلاني وتحصل على النتيجه، ما في داعي تروح العياده. والامانه انفجعت من بعض الاشياء وبعض الخلطات توصلني تكون كارثيه، يكون نتائجها للاسف طويلة الأمد، يعني تكون مشاكلها تحتاج جهد وتكلفة على أساس فقط تصلح اللي خربت الخلطات هذه. فأنا أحذر من الخلطات اللي تصدر من غير المتخصصين، خصوصا في السوشيال ميديا بصراحة بكثرة الفترة الأخيرة هذه بكثرة. الأفضل أنك تتجه للمتخصص. طيب دكتور معليش بس عشان توصل الرسالة بشكل أوضح، لو تذكر لنا بعض الخلطات اللي يتم تداولها وأنت تشوف كاستشاري أن هذه مضرة ولها مضاعفات وآثار خطرة لابد من يعني عدم التجاوب معها، مثل إيش؟ خلينا نقول بشكل عام، أي كريم ما يخلط مع كريم ثاني، هذه قاعدة عامة. مجرد خلط أي كريمين مع بعض هذه ينتج عنها ضرر وإفساد للمادة المكونة للكريم الأساسي، فما بالك بالخلطات اللي يكون من ضمنها كورتيزول. كورتيزول موضع هذا من أخطر الأشياء اللي ممكن تضع على الوجه، وهذه لها عواقب ضخيمة على المدى البعيد. وقص عليها الأشياء الأخرى سواء مضاد حيوي، كورتيزون قوي، بعض خلطات التفتيح اللي تذكر. فأنا دائما أحذر منها. ما في إن الشركات أو المصانع ليست عاجزة أنها تصنع لك كل الكلام هذا بكريم واحد، لكن انك تجيب كريمين من شركتين مختلفة وتخلطها مع بعض، انت كذا تنتج مواد مضرة بك، فما بالك لو تزودت على كورتيزون موضعي. هذا اكثر شيء يحذر منه الكورتيزون موضعي. طيب دكتور، يعني انت اليوم كذا بالفم المليان تقول
ابتعدوا عن أي خلطة من غير متخصص، ولا تقول إنه بعض الخلطات اللي ممكن تنشأ شعبياً وعائلياً ومجتمعياً ابتعدوا عنها، ولا الكل؟ للأمانة الكل إلا إذا صدرت من طبيب متخصص ويعرف كيف يتعامل معها، يعرف كيف يهيئ التركيبة أنها تكون باودر ما هي كريم، وهذه نادرة أنها تكون موجودة، وأتوقع أنها حتى ما هي مسموحة من وزارة الصحة. وخلينا نقول بشكل عام ممنوع الخلط، خلط الكريمات أو شراء خلطات جاهزة من أماكن يعني زي العطارين أو ما شابه ذلك. طيب لو احد قال لك والله يا دكتور انا قريت اعلان معين على السوشيال ميديا لعياده فلانيه لخلطه فلانيه لدكتور فلاني، ايش اول نصيحه راح تنصحه؟ تاكد من الطبيب، اقصر نقطه وافضل نقطه انك تطمن وتروح انت مطمن ان شاء الله انك تقرا عن الطبيب، اذا كان طبيب ثقه اكيد انه بيوجهك للعلاج الصحيح وباقل التكاليف، لكن لا يكون المحرك هو السعر، هذا أهم شيء. لو قالت لك واحدة يا دكتور أنا أختي ولا صديقتي ولا خالتي ولا أمي استخدمت الخلطة الفلانية وأدت إلى نتائج جيدة سواء لمعالجة حساسية معينة أو للتفتيح أو لغيرها، إيش راح توجهها في هذه الحالة؟ خلينا نقول الخلط ممنوع في الكريمات ولا أنصح فيه، دائما تكون النتائج سيئة، ومع ذلك أي شيء ممكن ينفع غيرك مستحيل يكون ينفع، بشرة عن بشرة تختلف، جلد عن جلد تختلف، قد يكون عندك أنت مشكلة أصلاً مرضية وليست تجميلية، فالأفضل دائما تستشير متخصص. جميل، طيب أبسمع منك ثلاث رسائل بالعادة أسميها للضيوف تغريدات صوتية يعني أخيرة، الأولى إلى كل من يفتح عيادة غير متخصصة بطريقة تحايلية أو يعني يستعين بغير المتخصصين والمؤهلين، وش تقول لهم على الهوى اليوم كاستشاري من واقع مسؤوليتك؟ أول شيء يتقون الله في الناس، يراعون الله في الأسعار، في الأطباء اللي ممكن يوظفونهم، وحتى لو مشت معاه في البداية أكيد الجهات الرقابية ومشكورين فيه يعني تحسن بأدائهم، يوم من الأيام بيواجه المشكلة هذه وبيكون عرضة للعقاب عن طريق النظام، فهذا أكثر شيء ممكن أقوله له. طيب. في الأخير هم الخسرانين راح يخسروا سمعتهم، لأن للأمانة مراكز طبية أهم شيء فيها السمعة، والناس زاد وعيهم، وممكن الموضوع هذا ممكن ما يستمر حتى لو استمر فترة قصيرة، أكيد يكون الناس تنتبه لهذا الموضوع. طيب قبل ما اسمع منك الرساله الصوتيه الثانيه او التغريده الصوتيه عفوا، انت مريت على موضوع الاسعار، الاسعار اليوم فيها مبالغه، فيها غش اكثر من اللازم، ولا منطقيه اللي موجوده اليوم في السوق بكل صراحه دكتور؟ والله يعني اكيد ما حد بيعلن عن سعر غالي، الجميع يتنافس انه يعطيك اسعار اقل، تمام، لكن في اسعار زي ما قلت لك قبل شويه اسعار مريبة شوية، خلينا نقول مريبة يعني غير منطقية، وهذه تفتح 100 سؤال في بالي. طيب الرسالة الثانية إلى الجهات الرقابية في الصحة، وش تقولهم؟ أقول ما قصرتوا، وأتمنى أن تكون رقابة بشكل أكبر بشكل موجه، ويستعملون أيضا بالخبرات اللي في خبرات جيدة في المستشفيات. طيب الرسالة الأخيرة للي جالسة تشوفنا من خلف الشاشة وحابة أنها تزور دكتور تجميل أو جلدية أو غيرها، سواء امرأة أو رجل، وش رسالتك لهم إجمالا؟ باختصر لهم الموضوع، التركيز دائما على الطبيب الثقة، ابحث عن الطبيب، اسأل عنه، ادرس السيرة الذاتية، شوف المنشآت اللي عمل فيها سابقا أو يعمل فيها، عند حضورك مثل للعيادة حبيت تتأكد أكثر ممكن تطلب أنك تطلع على ترخيص الطبيب، عن معلومات أكثر عن الطبيب، وهذا الشيء مقفول لك بحق النظام وما أعتقد أنه يزعل أحد. جميل، معليش أخيرا نقطة أخيرة دكتور، لو أحد اتبع إعلان معين وراح لعيادة وتأذى منها،
يحق له يقاضي بس العيادة ولا ممكن يقاضي حتى المعلن نفسه اللي أعلن عن الموضوع؟ هو أكيد بيقدر يقاضي الطبيب والعيادة. المعلن هذا أنا ما أعرف، هذا الشيء يرجع لأنظمة وزارة الإعلام. أيه. بس أكيد أنه له حق أن يقاضي المعلن. طيب النقطة اللي بختم فيها معك هذا الحوار، مشاهير السوشيال ميديا وتسويقهم لكثير من الإعلانات خدموكم في هذه المهنة أم ضروكم أكثر بصراحة؟ بصراحة لهم ضرونا وضر التخصص للأمانة. يعني أنت أحياناً إحنا نبني يعني نبني حملة توعية ونتكلم ونتكلم أنا والزملاء اللي كثر خصوصاً في تخصص الجلدية، وبعد فترة الناس يرتفع عندهم الإدراك لنقطة معينة، بعد فترة يطلع لك مشهور يخرب كل اللي يسويته، يروج الحالة، يروج الكورتيزون موضعي. فأتمنى أنهم يتقون الله في أنفسهم وفي الناس اللي ممكن تتضرر بسبب هذا، هذا شفناه كثير للأسف. دكتور ظافر الحافظ، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولكل هذه الإيضاحات. حوار جريء، مهم، مثير، هناك نقاط حساسة جدا في غاية الأهمية. أتمنى أن يؤخذ كل ما قاله الدكتور ظافر سواء من أشياء رقابية بعين الاعتبار أو من أشياء توعوية وتثقيفية أيضا للمجتمع، حتى لا يقع أحد في أي خطأ قد يكلف نتيجة كارثية على صحته لا قدر الله. الله يحفظ الجميع، ولكن أتمنى أن يضرب بيد من حديد على كل من يخالف في هذا الاتجاه. لماذا؟ لأن خطأ واحد حتى لو كان قليل أو بسيط أو صغير قد يؤدي إلى نتيجة كارثية كبيرة لا قدر الله، لا أحد يريد أو يتمنى الوصول إليها. بعد هذا الفاصل نكمل معكم. بعد فشل اغتيال رئيس الوزراء، العراق بصوت واضح لا عودة إلى الوراء ولا لإرهاب الميليشيا. تجاوز العراق منعطفا خطيرا الأسبوع الماضي حين حاولت فئات اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وجاءت ردود الفعل الدولية داعمة للحكومة، إذ أجمعت مواقف المجتمع الدولي على شجب وإدانة محاولة الاغتيال الفاشلة والتأكيد على دعم استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. ويرى مراقبون أن محاولة الاغتيال لم تكن تستهدف شخص الكاظمية فحسب، بل مشروعه التنموي الذي يقود العراق نحو تعزيز استقلالية القرار العراقي والشروع في الانفتاح على الدول العربية وبدء مشروع نهضوي حقيقي في البلاد. ويرفض مشروع الكاظمي الخضوع لإرادة الميليشيات الإرهابية والعودة إلى الوراء. ورغم أن الشعب العراقي عبر من خلال صناديق الاقتراع عن دعمه مشروع الدولة الذي يقوده الكاظمي، إلا أن فئات لا تتجاوز نظرتها مصالحها الحزبية تريد أن تجر العراق للوراء وفرض هيمنة الميليشيات الإرهابية واستقوائها بالسلاح على الدولة في تحدي حقيقي لمشروع الدولة الحديثة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الملحم. أستاذ عبد الرحمن حياك الله معنا في أهلا. أسعد الله مساك أخوي مفرح ومسا جميع المشاهدين اللي يشاهدوننا عبر قناتنا المتألقة دائما روتانا خليجية. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. يعني شاهدنا يعني في الأسبوع الماضي محاولة الاستهداف، كان البيان السعودي واضحا بإدانتها بشدة ووصف العمل بالجبان وأكد وقوفه إلى جانب العراق حكومة وشعبا. تعليقك.
أخوي فرح، خلينا نسأل سؤال معين، من هي الجهة التي المستفيدة من محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي؟ نعلم جيدا أن رئيس وزراء العراقي هو الرجل الوحيد الذي حقيقة يحاول وبكل إصرار انتشال بلاده من الوضعية الحالية التي تضع إيران تضع العراق تحت تصرف إيران وتصرف جميع مؤسساتها. نعلم جيدا أخوي مفرح أنه منذ سنة 2004 حينما وضعت إيران يدها على العراق واستقلت جميع مؤسساته، جميع مدخراته، جميع أموره الاقتصادية سواء كانت البترولية أو الغذائية حتى التصرف في شؤون المياه. نعلم جيدا أخوي مفرح أن العراق دولة غنية بتروليا زراعيا، لها وضعها الاقتصادي الكبير حتى أنها تصدر الناتج من الخضروات إلى دول الجوار. في السنوات التي وضعت إيران يدها على العراق انتهت كل هذه الأمور، فاستقلت إيران كل الأوضاع الاقتصادية في وأشرفت على كل المواضيع في العراق. أيضا هناك من يدعم ومن يساعد إيران من بعض العراقيين المنتمين إلى النظام الإيراني داخل إيران. مصطفى الكاظمي تقريبا هو الوحيد حتى الآن الذي يريد أن ينتشل العراق من الوضعية الإيرانية ويضع العراق في وضع صحيح خارج حدود التصرف ووضع اليد الإيرانية على كل مدخراته وكل منشآته سواء كانت الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو ما إلى ذلك. لذلك الجهة المستفيدة الوحيدة من تصفية الكاظمي وإبعاده عن مسرح الجهود الرامية إلى تحسين الوضع في العراق هي إيران. وكما نعلم أن إيران يوجد لها ميليشيات كبيرة وهي الحشد الشعبي المنتشرة بالعراق. وطبعا دعني أخ مفرح أن أوضح على أن الحشد الشعبي هي مجرد تسمية إيرانية لا أقل، إنما هو الحقيقة الحرس الثوري الإيراني هو الموجود في العراق. لذلك الجهة المستفيدة الوحيدة من تصفية رجل يريد أن يبعد الشبح الإيراني عن العراق هي إيران. طيب أستاذ عبد الرحمن، المحاولة اللي صارت وفقا لقراءتك وتحليلك هل كانت تهدف إلى التصفية مباشرة ولا كانت رسالة تهديد للكاظمي؟ لا أخي فرح، أعتقد على أن الرسالة تهدف إلى تصفية مصطفى الكاظمي بشكل عام، لأن مصطفى الكاظمي سعى من سنوات عديدة منذ أن تولى حقيقة رئاسة مجلس الوزراء وهو يسعى إلى تخليص بلاده من النفوذ الإيراني. له حقيقة يعني جهود كبيرة جدا مع الجهات ومع الدول التي تريد فعلا مساعدة العراق ومساعدة الشعب العراقي، وفي مقدمة هذه الدول هي المملكة العربية السعودية. نعلم جيدا أخي مفرح أن المملكة العربية السعودية على فترات قامت بإرسال وفود عالية المستوى إلى العراق، هذه الوفود مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين، هؤلاء الوفود حاولوا أن يدخلون واستقلال كل ما من موجود في العراق لتحسين الوضع العراقي وتحسين معيشة العراقيين الذين يعيشون. نعلم جيدا أن العراقيين الآن خصوصا في بعض المناطق في النجف وفي كربلاء وفي غيرها تحت خط الفقر. لذلك المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي كانت لها اتصال كبير جدا. الكاظمي يسعى إلى تحسين الوضع العام لبلاده وانتشالها من اليد الإيرانية. لذلك كانت الرسالة هي تصفية عامة كاملة وليست رسالة فقط. باختصار أخيرا أستاذ عبد الرحمن، العراق اليوم عازمة على استعادة الجوار العربي وهذا واضح من تصرفاتها، في المقابل الداخل العراقي في وجود الميليشيا يحاول أن يمنع استعادة هذا الجوار ويعمق الوجود الإيراني. كيف تقرأ مستقبل العراق في هذا الجانب، في استعادة الجوار العربي بشكل كامل؟ أخي فرح، هذا يعتمد اعتماد كلي على الشعب العراقي. الشعب العراقي إذا كان مصر إصرار كامل
على أن ينتشل بلاده من التبعية الإيرانية، فأعتقد على أن الشعب العراقي يستطيع وبكل قوة أن يقف في وجه الميليشيات، ويستطيع بقوة أن يقف حتى في وجه إيران نفسها. إذا أراد الشعب العراقي أن تنتهي التبعية العراقية من إيران وينتهي شبح إيران من العراق، فإنه قادر على ذلك بشرط أن تكون هناك إرادة من جميع الطبقات، سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين وإلى غيرهم. حينما تتوحد الجهود، حينما تتوحد الأيادي العراقية، ستكون هناك إرادة قوية جدا في وجه إيران وفي وجه الميليشيات الموجودة والمدعمة بالسلاح. ستنتهي إيران وسينتهي النفوذ الإيراني من العراق إلى الأبد. المحلل السياسي عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. بعد هذا الفاصل أطل عليكم بصحبة فتحية عسيري، وهي واحدة من النماذج العطاء النادرة جدا. كونوا بالقرب. هناك عطاء عادي، وهناك عطاء سخي، وهناك عطاء نادر جدا لا تملك أمامه إلا أن تقف مكتوفا مندهشا متعجبا. هذا النوع الثالث النادر تمثله سيدة نبيلة اسمها فتحية عسيري. تبرعت بجزء من كبدها لطفل لا تعرفه ولا يعرفها. كل الصلة التي تجمعهما أنه إنسان يعاني وأنها إنسانة كريمة. قررت أن تنهي معاناته بمنحه شيئا من جسدها، وقد فعلت. ما أجمل أن تكون طوق نجاة لمن أعياه المرض، لتهبه فلذة من كبدك ليحيا بها طوال حياته. وما أجمل أن تكون الجزء الناقص من حياة إنسان عجزه المرض ليكمل المسير قدما بشيء منك. الإنسانة عطفاً على إنسانيتها، والأم عطفاً على حنانها، ترى طفلة تعاني لتأبى إلا أن تكون أماً لها بالكبد. عذراً فما أوفيناها الحق ونسينا أن نقول اسمها. هي فتحية عسيري، أخصائية التمريض، التي أكملت أحجية الحياة بسر من أسرار الإنسانية، وهي التبرع بالأعضاء لتنقذ روحاً وتسعد أرواحاً وتشد من همم الآخرين، لتعلم الناس أن العطاء ليس بالمال فقط، بل هو أسمى وأنبل بأن تكون أنت العطاء. لبرنامج هلا، محمد العرجاني. حالة عظيمة جدا من العطاء، الإنسان الكبير، المرأة العظيمة صاحبة هذا العطاء فتحية عسيري، بكل شرف تنضم إلي، يعني بكل شرف لنا إحنا في البرنامج وفي القناة، تنضم إلي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية. أستاذة فتحية، حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج، وألف الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا، وشكر موصول لكم أعطيتوني هذه الفرصة. الحكاية والقصة كما حدثت، كيف تروينها؟ أشياء كثيرة، بس إن كانت الفكرة من فترة طويلة، من عام 2014 كنت كمتطوعة في جمعية إيثار، التبرع بالأعضاء،
ولكن كان مفهومنا محدود وقتها بأن التبرع بالأعضاء كان فقط ما بعد الوفاة، لين ربي أكرمني واشتغلت في تخصص كان يخدم أطفال عندهم مشاكل التليف بالكبد ويحتاجون زراعة أعضاء. عرفت الطريقة، عرفت الأسلوب، فتحمست أكثر وقدمت من سنتين وبدأت الإجراءات. وكان هدفي جدا أنه أنا كإنسانة، الله استخلفنا في الأرض ولازم أعمل شيء يذكر يعني بعد وفاتي أو حتى أطفالي أكون لهم قدوة حسنة، يعني أمثل رسالة أني أنا مستخلفة في الأرض وأني ما خلقت عبثا. جميل. أنت رحتي لإدارة المستشفى ولا لقسم معين وقلتي لهم أنا بتبرع، وهل كنت تعرف الشخص اللي راح تتبرعي له ولا لا؟ طبعا عندنا مركز تبرع بالأعضاء، طبعا هي كل مراكز المستشفيات التخصصية يكون فيها مركز الأعضاء يشرفون عليها منسقين، تروح وتقدم عندهم، هم يشرحوا لك الإجراءات كاملة. قدمت، قلت بحط اسمي بالليستة، قالوا عندنا لستة انتظار وكذا، وحطيت اسمي بالليستة، أخذوا مني بيانات معلومات مبدئية وفحوصات مبدئية بسيطة. بعدها هم يقررون على حسب احتياج اللستة عندهم من الأطفال. طبعا هو يكون في خيارين، اذا انت تبغى تتبرع لبالغين او لاطفال، فانا اخترت ان اكون لاي طفل موجود. طبعا انت تتحدثي، الحمد لله ربي اكرمني، الحمد لله. انت تتكلمي فتحية عن نفس المستشفى اللي انت تشتغلي فيه اخصائية تمريض، صحيح؟ اللي هو مستشفى ايش؟ الملك فهد التخصصي بالدمام. طيب، رحتي وسجلتي في قائمة الانتظار واخترتي أنك تتبرعي للطفل، بعدين؟ بعدها وقع الاختيار على الطفل، ما كنت أعرف عنه أي تفاصيل نهائياً، وكانت هذه من الشروط الأساسية لجنة التبرع، لأن اللجنة الأساسية اللي تقيم هي لجنة زراعة الأعضاء، المركز السعودي لزراعة الأعضاء، فهي اللجنة اللي تعمل لك المقابلات الشخصية، وهي جدا حريصة على مبدأ الخصوصية، فدائما المتبرعين من غير العائلة يختارونهم للأطفال اللي ما يطابقونهم عوائلهم. فالحمد لله انه طلع وقت تبرعي لواحد من الطفل كان في امس الحاجه، وافراد العائله كلهم ما كانوا يطابقونه للاسف. طيب، الطفل هذا عرفتيه بعدين او او او, أو قبل الاجراء العمليه او شيء؟ يعني كنت تعرفي مين هو؟ في نفس يوم العمليه عرفت من هو. كم ابدا كم عمره استاذه فتحيه؟ 11 شهر. يا الله. طيب، جيتوا إلى يوم العملية كلموك وقالوا لك في طفل وخلاص وأنت بتتبرعي، كلمينا عن هذه المرحلة إلى يوم العملية. المرحلة طبعا كان في نفس الوقت في طفلين كانوا محتاجين للتبرع، فكوني أنا أشتغل في نفس المجال وأعرف الأطفال اللي تنومون في قسمي، فأنا كنت ما أعرف أي واحد فيهم إلا يوم العملية، لأنه كانت عمليتي موافقة لنفس توقيت الطفل هذا، في نفس يوم العملية عرفت إنه هذا الطفل اللي أنا بتبرع له. الطفل هذا قبل تبرعك أنت كنت تشرفي على حالته كممرضة؟ صحيح. طيب، دخلت وكنت أشهد التنويمات اللي كان يتنومها وكان المتبرعين ما كانوا يطابقوا له. طيب، دخلتم إلى العملية، صحيتي من العملية، وبعدين صار لقاء بينك وبين الطفل، لقاء بينك وبين عائلته، وإيش كان انطباعاتهم؟ استغليت أنا ما قابلت العائلة إلى يومك هذا. استغليت فرصة إنه بعد ما طلعت من العملية إلى العناية المركزة، كان هو منقول إلى نفس العناية المركزة اللي أنا موجودة فيها، بس عرفت إنه هو موجود معي، فسألت إذا الأهل موجودين أو لا، قالوا لي لا مو موجودين،
يمكن هذا اللي خلاني أمشي بسرعة بعد العملية عشان بس أشوفه. أنت حرصتي إنك تتواصلي مع عائلته أو هم حرصوا إنه يتواصلوا معك، ولا بروتوكول المستشفى ما يسمح، ولا إيش بالضبط؟ البروتوكول المستشفى ما هو أصلاً من الشروط إنه أنا الأهل ما يدرون، بروتوكول المستشفى ما يسمح. ممكن إنه يحدث بالصدفة إنه أنا عرفت بالصدفة ولا بحثت. الأهل إلى حد علمي إلى الآن ما عندهم أي خبر عن الموضوع. الأكيد إنهم ممتنين، يعرفوا فقط إنه تفضلي. أنا سعادتي بس يوم شفته بعد العملية بساعتين بصحة وسلامة، يعني مرة كنت مبسوطة صراحة. شعور غير لا يوصف، أتمنى الكل يجربه. ما زال الطفل هذا أستاذة فتحية عندكم يراجع في المستشفى تشوفونه ويجي كيف صحته؟ اللهم لك الحمد إلى الآن، لأني أنا أشتغل في قسم التنويم. إيه؟ فاللهم لك الحمد إلى الآن ما تنوم في المستشفى، فهذا دلالة أنه أموره تمام الحمد لله. ما شاء الله. إحنا نتكلم الآن عن شهرين من بعد العملية، صحيح؟ صحيح، أكثر من شهرين. طيب كيف كان رأي المجتمع المحيط فيك، عائلتك، لما قررتي موضوع التبرع؟ وش رأيهم كان؟ كلهم كانوا فخورين، يعني الرسائل اللي كنت أقراها بعيونهم قبل كلامهم كنت أحس إنه أنا يعني عملت شيء حتى لعائلتي. أطفالي مرة فخورين فيني ويذكروني في كل مكان. طفلي اللي هو عمره 11 سنة قاعد يقولي ماما أنا بسوي زيك إذا كبرت. فيعني كوني أنا قدوة، يعني هدفي كأم من غير التبرع بالأضاء، كهدفي كأم أنا وصلته في أنبل صوره وفي أسماء صوره. فهذا شيء أحس أني أنا قدمت رسالتي كأم قبل رسالتي كإنسانة. والله رسالة عظيمة جدا. كمان عندنا مجتمع في المستشفى، أطباء أخصائيين، كانوا يقولون الفكرة تراودنا بس ما كان عندنا الشجاعة، أو أنه إحنا على الأقل بس نحط أسامينا أو ندخل في هذه البروسس حقة التبرع. لكن أنت الحين يوم شفناك أنت حمستينا أنه إحنا نقدم ونحط أسامينا في لستة الانتظار. طيب إذا تسمحين نمد علاقة الأمومة شوي وأطلب منك أنك تقولين ألو، معنى اتصال وصوت يبغى يكلمك، قولي بس ألو. ألو ألو مرة ثانية. ألو ألو أهلا ماما، وصلك الصوت؟ لا لازم ترفعوا لها الصوت يا شباب. أتوقع دموعي وصلت. يعني عرفت الصوت يا سلاف، ارفعي صوتك، ارفعي طبعاً صوتك، خلي أيوه ماما تسمعك. سلاف وش تقولي لماما اليوم؟ احنا شفنا تغريدتك في تويتر لما اخذتي تغريدتها وقلتي لها انك فخورة فيها، الحين على الهوى وش تقولين لماما؟ انا مرة فخورة فيك وانت اقوى امرأة عرفتها، انت الام والاب والاخت والصديقة، انت كل شيء. لا. حبيبتي انت، الله يسعدك، الله يحفظك لي. وش تقولي لها يا ام سلاف؟ هذه سلاف طفله ايضا، يعني انت انقذتي حياه طفل، وطفله تخاطب امها وفخوره فيك. يعني سلاف كتبت هذا على تويتر، وسلاف ترى كانت شاطره جدا واحنا ننسق معها عشان ما تعلمك. ايش تقولي لسلاف؟ انا واثقه فيها بنتي انا ما اعتبرها طفله، انا عندي سلاف وسلطان بس ما اعتبرهم اطفال، انا اعتبرهم اصدقائي واخواني، فاثق فيهم واثق في حكمهم وقراراتهم، لاني انا حتى قبل عمليه الزراعه انا ناقشتهم في الموضوع وكانوا هم متحمسين اكثر مني وكانوا معايا في كل خطوه الين التبرع. او اول شيء دموعك غاليه علينا، دموعك غاليه علينا، والله لا ينزل دموعك الا بفرح يا رب. سلاف ترى قبل الحلقه اثناء التنسيق مع الوالده كانت تقول لنا انا من الاشياء اللي فخوره فيها وعجبتني واسعدتني لما سلاف كتبت على تويتر انها فخوره فيني،
الحين قبل ما أقفل معك، إيش الرسالة أو الكلمة اللي أنت حابة تقولينها يا سلاف؟ ممكن كلكم عادي تسوون برا، وإنه شيء مرة حلو يعني. أنت في أي مرحلة دراسية سلاف؟ وش تدرسين؟ ثالث متوسط. يلا لك النجاح والتوفيق يا رب. شكرا لك يا سلاف، وشكرا لأنك انضميتي معنا. أم سلاف، الآن لما اللي حولك في المستشفى قرروا التبرع نتيجة لهذا التأثر، بدأوا إجراءاتهم فعليا وخلاص قرروا أنهم ينقذوا حياة أشخاص آخرين؟ ما عندي خبر يعني، يعني ما عندي أي خبر إنه أكيد تبرعوا، وهم أصلاً لو بيتبرعون متأكدة 100% إنه بيسوون نفس خطواتي، إنه ما حيتكلمون ولا حيعلمون أحد إلين بعد ما يتم الموضوع. نعم. لأنه أنا وقتها أصلاً حتى القسم حقي والتيم ما دروا إلا نفس يوم العملية. طيب أنا أذكر أستاذة فتحية، أذكر في مرة من المرات كنا نستضيف شخص تبرع لزوجته بكلية وشخص تبرع لوالده، كان كثير منهم يتحدث عن الأثر النفسي والاجتماعي الجيد اللي يشعر فيه بعد التبرع. وصلت إلى هذه المرحلة تشعر فيها الآن فعليا في اختلاف الله. شعوري ما أهل جدا 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 سعادة زي ما قلت بتويتر، من جد سعادة دائمة، شعور بالرضا، الرضا الداخلي هذا مين الحين يحس فيه؟ الرضا الداخلي عندي صار جدا عالي، يعني كل ما أصحى من النوم الصباح مو زي قبل، صحتي النفسية أحسها بزيادة تقدمت مراحل، إحساسك إنه أنت يعني قد مسؤولية حتى قدام ربك إنه أديت شكرك لصحتك، شيء عظيم، شيء عظيم أنا ما أقدر أوصفه، لأن يعني الإحساس اللي حسيته حتى بعد العملية، أوكي أنا كنت يعني حاطة مرتبة أهداف وأفكار والأشياء هذه لين عملت العملية، بس بعد العملية شعور لا يوصف. جميل والله يا فتحية، إنك ملهمة كبيرة لنا ومنحتينا كثير من القوة ومن التفاؤل ومن السعادة. إحنا نحضر للحلقة ونقرأ الحكاية اللي صارت ونرتب معك ونرتب مع سلاف، يعني بحالة من الإعجاب الكبير جدا لهذه القوة ولهذا النبل ولهذا العطاء الكبير. يعني أنت اليوم نموذج أقدر أقول عنه بدون أي مبالغة عظيم جدا. أبترك لك مساحة تعبري فيها عن عظمة ما فعلتي، توجهي فيها رسالة، تقولي فيها اللي في خاطرك واللي ودي قبل ما أختم معك هذا اللقاء. وش حابة تقولي؟ الشيء الكلام اللي كله قاعد يوصلني واللي قاعد أقرأ مرة يسعدني صراحة، وأكذب لو أقول ما همني، لا يهمني ويسعدني، وأفرح لما كل يوم أقوم وألاقي الرسائل والمكالمات وجوالي ما عاد صار يسكت، أفرح بهذا المشاعر. لكن الهدف الحقيقي اللي أنا أبغى أوصله، واللي مرة سعدت إنكم استضفتوني له، إني أبغى الفكرة توصل للناس إنه التبرع ترى مو شيء صعب، وفترة التبرع كلها من أول ما تحط اسمك في لستة المتبرعين إلين يوم العملية كلها حتكون محاط بطاقم طبي. ما أتوقع أن في أي مستشفى من مستشفياتنا في السعودية فيها قصور من هذه الناحية. من أول يوم تحط اسمك إلى يوم العملية محاط أنت بكل الطاقم على مدار 24 ساعة، التواصل تواصل معهم في أي وقت إلى آخر ساعة قبل ما تدخل العملية، وكل أسئلتك مجابة وكل متطلباتك بتلاقيها. ما أنت ما ترايح المستقبل غامض أو الشيء أنت ما تعرفه، الشيء التبرع مرة يليت أشوف الأعداد التبرع في أعلى. إحنا أنا مطلع على الإحصائيات، فإن شاء الله أشوف الإحصائيات أعلى الحمد لله. أستاذة فتحية، بجملة أخيرة، الطفل اللي تبرعتي له عمره 11 شهر، يعني لسه ما يدرك كل هذا، لكن لو بعد سنوات من اليوم رجع لهذه الحلقة ولهذا الفقرة وسمعك تقولي له جملة أخيرة نختم فيها، إيش حابة تقولي له؟ هيسمعها منك بعد 15 سنوات من الآن المرأة اللي أنقذت حياته.
سواء كنت على قيد الحياة أو ربي أخذ أمانته، الكلمة الوحيدة اللي أبغاه يعرفها أنه هو سبب سعادتي. الله يطول بعمرك يا رب ويسعدك دائما وأبدا، وتشوفي يعني بركة ما فعلتي في حياتك وفي صحتك وفي رزقك يا رب. شكرا لك جزيلا أستاذة فتحية. الله يسعدك والشكر موصول لكم أيضا. شكرا للأستاذة فتحية عسيري، والله نموذج عظيم جدا، نحتاج أن نصدر كثير من هذه النماذج الإنسانية العظيمة النبيلة إلى العالم كله، إلى الإنسانية كلها، بمثل هذا العطاء، بمثل هذا السخاء، بمثل هذا الإقبال، بمثل هذه السعادة. فتحية تتحدث بسعادة كبيرة عن العمل اللي هي قدمته واللي أنجزته، الانعكاس النفسي والاجتماعي والصحي اللي تشعر فيه بعد هذا التبرع، يعطينا طاقة وقوة أكبر. نحتاج هؤلاء الملهمين كثير في حياتنا. بهذه القصة العظيمة ننهي هذه الحلقة من يا هلا غدا، يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. دمتم بنبل يشبه نبل فتحية.